قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. وضحوا لنا هذا المعنى أحسن الله إليكم. قال الله سبحانه وتعالى: وصل الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله يعني في البطن 30 شهرا، 9 أشهر للحمل وسنتان للرضاعة. الفصال المراد به الرضاعة، هذه مدة الحمل 30 شهرا، 9 أشهر من الحمل إلى حمل 9 أشهر من 30، ثم يبقى سنتان. هذه مدة الرضاعة. قد استدل الصحابة رضي الله عنهم بإشارة هذه الآية مع قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة، تدل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن 30 الشهر لو طرحت منها حولين كاملين 12 شهر فإنه يبقى 6 أشهر. نعم، جزاكم الله خيرا.